ولدت هذه الرواية من رحم معلومة أخبرني إياها شخص ما. قال لي أنه ذات يوم اضطر لأن يستأجر غرفة كانت بلا نافذة، ثم علم أن في هذه الغرفة كان يعيش رجل عجوز، وحينما مات لم يعلم بأمره أحد إلا بعد أن فاحت ريحة جثته. هذه الرواية هي رواية أنكيدو الذي أخبر بجثته التي تعفنت جلجامش عن العدم والعبث، وهي رواية بالمحصلة هي رواية راعي الشخص الفقير البائس المضطهد والمهزوم سلفا، هي رواية راعي الذي تعرف اللعنة طريقها إليه، هي لعنة السؤال وهي لعنة الإجابة. مثلما تبعث الآلهة لأنكيدو بالبغي وتعيش معه 7 أيام في البراري، قبل أن تبعث له البغي يكون إنساناً متوحشاً يعيش مع الحيوانات والوحوش، لكنه حينما يلتقي بالبغي فإنها بعد أن يقيم معها فترة من الزمن فإنه يكتسب الحكمة. في الرواية ما يحدث هو النقيض، الحياة تبعث لراعي بعائشة، عائشة الفتاة البلهاء التي ترمز بمعنى ما إلى الحياة التي بلا عقل. فإذا كانت البغي علمت أنكيدو الحكمة، فقد قامت عائشة بنزع القناع عما كان يعتقده حكمة. أريد أن أخرج من هذه الغرفة التي بلا نافذة إلى شارع تسطع فيه الشمس البيضاء الباردة، أسير فيه متأبطاً ذراع الحقيقة الباردة، تلك البرودة الأليفة التي تجعل جسدي الهزيل يرتعش. الحقيقة التي أعرفها وتعرفني، الحقيقة الحزينة التي عاشت معي دوماً ودوماً كنت أضمدها بوهم النسيان والانتظار. أريد أن أكون حراً معها وأن أذرف بفرح عميق كل دموع التي تملأ صدري وأنا أحتضنها مثلما نحتضن العائدة من سفر طويل وبعيد. أنا على طول عندي إحساس بأني تركت لبنان لكني لم أصل إلى أي مكان. الرسالة مكتوبة بلحظة بين مسيرة أو بين سير وآخر، بين يعني ناس أخذنا لهم صورة هنا وعلى الطريق، مش معناها أنه الصورة حقيقية، مش معناها أنه الطريق حقيقية، بس معناها انه هن في هذه الحركة، يعني هن ناس مطرح ما عم يمشوا مش عم بيلاقوا في باب مفتوح فعم بيكفوا يمشوا، وهن قادمين من أمكنة هي محطمة هذه الأمكنة، يعني اما بفعل حروب اما بفعل أنظمة فاسدة تماما بيعرفوا انه ما عندهم مستقبل فيها. هاو الأغراب ما قلهم تسمية لانه تسميتهم بتعني تعريف جديد بهؤلاء السائرين، يعني هن مثل المشردين أو تائهين، نوع من التيه، هن ماشيين بصحراء الرب وعارفين أنه مش رح يقدروا يوصلوا لمحل. يعني الناس اللي توقفوا ونصبوا الخيام وعم
يلاحقون يعني عم يكنسون هن والخيام، ما عندهم هدف أو مكان محدد هن رايحين إله، بس بعدهم ماشيين. ما يشعرني بالرضا هو ليس بمحاكمة هذه الرسائل الشخصيات يعني، بل بالغرق فيها. ليس هذا هو الموضوع، الموضوع تقريبا هو تلك الرسالة التي كانت تدور في رأسي. كنت أنوي أن أكتب إلى أمي عن تلك اللحظة التي وضعتني فيها في القطار وحدي وأنا في 8 أو 9 من عمري. أعطتني رغيفا وبيضتين مسلوقتين، قالت إن عمي ينتظرني في العاصمة وإن علي أن أتعلم لأني أذكى إخوتي، وقالت لا تخف لا تبكي. رسائل هؤلاء الناس هي محاولات للإطلال على مكان، لإيجاد مكان، بس نحن لا نصل إلى مكان نستطيع أن ننسى فيها المكان الذي غادرناه، يعني دائما هو يشبه ما غادرناه. تقول جدتي: النجوم هي أولياء السماوات الصالحون وأرواح الناجين من رجس الدنيا، ويختلف ارتفاعها باختلاف ما كسبت من عمل صالح في حياتها على الأرض، وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتها ويكون قربها من أعلى السماوات التي يقوم عليها عرش الله. الصيف مع العدو تتناول مجموعة من الثيمات عبر خيوط سردية متشعبة تروي حكاية 3 أجيال من النساء، وعبرها نتعرف إلى تاريخ المنطقة العربية منذ 19 وما حولها أيضا إلى اليوم. نتعرف عبر الإبنة نجوى إلى حياة الثمانينيات في سوريا، الحياة الاجتماعية في الرقة، الاعتقالات السياسية، قصص الحب، قصص التخلي، الخيانات، وعبر لميس التي هي الراوية الرئيسة للرواية سنتعرف إلى طفولتها وإلى شبابها الذي صاقب الأحداث الأخيرة واستيلاء الجماعات المتطرفة على الرقة، ثم سيحولها ذلك كله إلى لاجئة في ألمانيا في مدينة كولونيا، حيث ستلتقي بعدوها القديم نيكولاس الذي جاء إليهم في 80s وهو عالم فلك تتبع خطى البتاني الفلكي العربي المعروف والذي أقام مرصده في الرقة. نيكولاس أتى إلى هناك وأقام في الرقة لفترة، تعرف إلى نجوى الأم، وقع في حبها، فكانت هناك هذه العلاقة الإنسانية التي لها علاقة بالسماء والنجوم، قراءة أطالس السماء، المجموعات النجمية، الألغاز، الأبراج، هذا السحر المتعلق بالكواكب. هنا لميس ستتكون في ذاتها عقدة نفسية عميقة بسبب هذا العدو الذي يريد أن يأخذ مشاعر أمها ويسلب يعني منها هذا الدلال وحياة الأم، هذه الأم التي صارت مشدودة إلى السماء في حين لميس ذهبت إلى عالم الخيل وانشدت إلى الأرض وانشدت أمها إلى السماء. تنظر إلي ماما بود، تتذكرين لولو؟ أنا كانت تقول كل منا ولد من نجمة تبقى معلقة في السماء تحميه طيلة حياته، فإذا مات انطفأت نجمته. نيكولاس يقول: في الحقيقة النجوم المنهارة هي التي أنتجتنا، لقد خلقنا من بقاياها، فهي مصانع للذرات التي تكون كل شيء. لم أكره ذلك الوحش لأنني بسببه هجرت البلد، بلدي وأهلي ورجلي الذي أحببت.
كرهته لأنه أعطب سمعي وسلبني موسيقاي، مهنتي توأمي منذ وعيت على الدنيا. كان في مقدوره أن يطلق النار بين عيني، يشنقني على مدخل المسرح الوطني، يسحلني بين ساحة التحرير وباب المعظم، لكن الموت راح. النبيذة هي حكاية ثلاث شخصيات موهوبة متعلمة، كان يقدر لها أن تقوم بأدوار لطيفة في بلدانها، لكن السياسة حرفت مصائرها وألقت فيها في مناف بعيدة. صعب أن تحبس العراق في رواية ولا في ألف. أحببت أن أكتب عن البشر العاديين، الشخصيات الحقيقية، الرجال والنساء الذين عاشوا تلك الأحداث، تأثروا بها، ولكنهم واصلوا عملهم، واصلوا العيش. النبيذة تاج الملوك عبد المجيد قرأت قصتها، كانت قد تجاوزت 90، وبعد أيام من وصول الرواية إليها أسلمت الروح. كتبت نعيا لها في فيسبوك وفوجئت وكأنني فتحت مجلس عزاء، كل الأصدقاء كانوا يرسلون كلمات التعزية في بطلة يفترض أنها شخصية من الخيال. عبد الله درس في السوربون ونهل من كل النظريات والإيديولوجيات الفلسفية، من السوريالية والوجودية والماركسية والوجودية والليبرالية. بعد أن فقد زوجته راشيل، يعني وفقد بنته، لأن زوجته راشيل قد ماتت منتحرة، قرر أن يقاطع عالم أو أن يهجر من عالم الغرب. تبين له أن الغرب يسير أو هو الذي يدبج، هو الذي يصنع اللامعنى ويصدر هذا اللامعنى إلى مجتمعاتنا. فقرر أن يعود إلى مدينته الأصل وجدة، وأن يصبح بائع خبز، وهي حرفة والده. مجتمعاتنا العربية أصبحت أمام اللامعنى، سياستنا أصبحت أمام اللامعنى، كتابتنا أصبحت اللامعنى. هذا اللامعنى فرض علينا أن نكتب في المباشر، أن نعتمد اللغة التقريرية، أحياناً باسم الحداثة، وأحياناً باسم الإفهام وباسم البيان. ليست الوحدة التي اختارها هروباً من الآخر أو عزوفاً عن البثول، أرادها محطة للتأمل والتفرج على العالم، لينسلخ بالتدرج عن جلده التاريخي الذي له حجم الفراغ. فضل أن يرتبط بالعجين يطوعه كما يشاء، كالتأملات التي يسكنها أو تسكنه. الجمال الذي هو الرواية، الذي هو الموسيقى، الذي هو الشعر، الذي هو الرقص، الذي هو الفن، الذي هو التشكيل، هو تفجير للمكبوت الإنساني، وتفجير للإنسانية في بعدها الإيجابي عبر هذه الأشكال. وكلما حدث هذا التفجير، أعتقد أنه سيشكل متارس حقيقية لكل فكر خرافي، فكر يقدر ويستطيع أن يستولي بسهولة على أذهاني وعلى عواطف الناشئة والمجتمع. في بداية عام 1967 مات علي سليم،
ظلت الدار فترة لا يسمع فيها غير صوت اكترار البهائم وصوت عصافير في قاعة التبن، تمتمات بعيدة مجهولة المصدر. أما أصوات البشر فكانت حشرجة، الصمت استقر كفضاء لحركتهم وأعمالهم. عندما ينطق أحدهم يشعر بصوته غليظ النبرة خشنا يرتد مباشرة داخل الفم، نوع من الشرود يسري في الجو وعدم تصديق تقشعر له الأبدان. من خلال هذه الرواية تعرفت على مدارس الفن التشكيلي في مصر. الحقيقة فترة الرواية دي كانوا مهتمين بالفعل بالنزول إلى القرى وتصوير الحياة الريفية تقريبا بطريقة واقعية. رواية الوصايا هل هي واقعية بالمعنى ده؟ من وجهة نظري الوصايا قريبة من الرسم الحديث. في رواية الوصايا جزء مهم جدا من تفاصيلها هو التحديث اللي حصل لهذه الأسرة. أشوف أثر الزمن وهو بيعمله وهو بيبدل الأحوال وبينقلها من حالة الكارثة سنة 33 إلى حالة الصعود في الخمسينات والستينات إلى بداية الانهيار في السبعينات وإلى تفكك الأسرة وتحولها إلى عدد كبير من الأسر في بداية الثمانينات. كنت عايز أتأمل هذا المزاق، هذه الكثافة اللي بيعملها الزمن وهو بيمر. لما جاء مثلا شيخ كبر في السن وأصبح في كاسيت، هو كان مندهش جدا من فكرة الكاسيت، كيف يمكن استعادة الزمن الذي مر، كيف يمكن استعادة الصوت. هو كان مندهش جدا من التغيرات التكنولوجية دي. الحقيقة في نهاية الرواية الحفيد بيكتشف أن هذه الوصايا تخص زمن آخر ورجال آخرين وأنها لا تصلح له، وأن عليه وعلى الأجيال الجديدة أن تبتكر وصاياها الخاصة وتبتكر حياتها الخاصة، تستفيد أيضا من هذه الوصايا القديمة ومن هذه الأرواح اللي قامت بدورها على أكمل وجه إلى حد ما، تستفيد لكنها لازم تبدع وصاياها وتبدع حياتها، لأن الزمن لا يمكن عودته إلى الوراء. We'll be right back.